السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر احمد العبد من قناة دروس عالمية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل الكتاب المعاصر للصف الثالث الثانوي هناخد النهارده جرامر بتاع ليسونز 3 في يونت 2 Comparative and Superlative Forms، صفات الصفات المقارنة والتفضيل، تمام؟ طبعا بس يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم الفيديوهات القادمة إن شاء الله. القناة يا جماعة بتحتاج الدعم عشان تشجعنا إن إحنا نعمل فيديوهات، فالناس ما تكسلش تدعم القناة ولو بالقليل إن أنت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. نبدأ بقى مع الشرح بتاع الإيه؟ الجرامر بتاعنا. أول حاجة هنا بيقول لي الأول لازم نعرف يعني إيه صفة؟ هو احنا عندنا في اللغه في نون اسم، في adverb ظرف، في verb فعل، في adjective صفه، الصفه ديت ديت كلمه في اللغه عندنا بتصف الاسم، يبقى اول حاجه بالنسبه للايه؟ للصفه بتصف الاسم وتاتي قبله، تمام؟ يقول لك at all tree، an expensive car، young people. لما تحدد بقى موقع الصفه بالظبط هتجد ان الصفه ممكن تيجي قبل الموصوف زي ما قلت لكم قبل الاسم، فمثلا اقول ايه؟ I bought a digital camera yesterday، انا شريت كاميرا ديجيتال بالامس. يبقى هنا كلمه ديجيتال ديت صفه جت قبل الاسم احمد سو a لونج سنيك ان ذا جاردن هنا كلمه لونج ديت طويل ديت صفه جاي قبل سنيك اللي هو الاسم فبالتالي جت برضو قبل الاسم او قبل الموصوف ممكن برضو الصفات الادجكتيفز تيجي قبل الافعال التقريريه اللي هي اسمها ستاتيف فيربس ستاتيف فيربس خدناها في سنه ثانوي الافعال التقريريه اللي هي افعال الحواس والمشاعر والادراك معظم الافعال ديت ممكن اجيب وراها الصفه زي كلمه مثلا بي لوك سيم ابير ساوند تيست فيل تمام بس خلي بالك كلمه ساوند يبدو تيست يعطي مذاق مش يتذوق فيل يعطي ملمس اللي يعطي رائحه لان لو قلت يعني تيست معناها يتذوق كده المعنى اتغير خالص بالنسبه للاستخدام بتاع القاعده بتاعتنا تمام مثلا يقول لك ندى از تشيرفول تشيرفول يعني مبتهجه يبقى ندى هنا ايه سعيده جايه بعد فيرب تو بي يو لوك انت يبدو عليك بائس يبقى هنا لوك يبدو دي من الافعال التقريريه جاءت الصفه بعدها This shirt feels soft. القميص ده ملمسه ناعم يبقى فيلز اهو يعني له ملمس او يعطي ملمس سوفت ناعم تمام برضه في صفات لا تستخدم قبل الاسم مطلقا ليه؟ لان هي اصلا بتدي معنى الصفه والاسم مع بعض يعني مثلا كلمه افريد خائف يعني لو بتكلم على ولد خائف ما اقولش افريد بوي هي افريد بس تكفي اويك مستيقظ اسليب نائم الون وحيد الايت مضاء الايف حي دي كلها صفات لا ياتي بعدها اسم مثلا يقول لك ايه؟ the baby that was asleep ما قولش بقى the baby that was asleep baby ما خلاص ما نعرف ان هو asleep يعني نائم smiled nicely بيبتسم ايه بطريقه لطيفه ما ينفعش اقول the asleep boy زي ما قلت لكم في بقى صفات بتيجي بعد الضمائر غير المحدده يبقى دا احنا احنا متعودين ان الصفه بتيجي قبل الاسم طب لو جالك كلمه زي someone somebody something somewhere anyone anybody anything anywhere everyone everybody everything everywhere no one nobody nothing nowhere لو جت الاسماء ديت او الضمائر غير المحدده دي هنعمل ايه؟ قال لك بجيب الصفه بعدها مش قبلها يعني مثلا اقول I met somebody important in the party ما اقولش important somebody let's drink something جولد ما اقولش gold or something تمام بعد كده يقول لي في برضه صفات اسمها extreme adjectives وفي صفات اسمها Absolute Adjective صفات مطلقه هنقول ايه الصفات القويه والصفات المطلقه اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه ده دي صفات عاديه طب ايه بقى الصفات القويه صفات قويه بتدي معنى قوي زي كلمه Gigantic اللي هي ضخم وكانها بتساوي فيري فيري بيج فيوريا ساخط وكانها بتساوي فيري انجري انشنت قديم جدا او اعتقد زي فيري اولد اكسلنت ممتاز زي فيري فيري جود تمام دي اسمها صفات قويه بتدي معنى قوي بيقول لي هنا ان احنا بنستخدم ظروف الدرجه قبل الصفات القويه يعني ايه؟ يعني absolutely بشكل مطلق utterly entirely كليا completely really يعني ينفع الكلمات ديت تيجي قبل الصفات القويه ديت عشان تحدد مقدار الصفه القويه دي مثلا يقول لك ايه؟ you are absolutely excellent at ماس انت يعني ايه ممتاز بصوره او بشكل مطلق في الرياضيات he was utterly furious هو كليا يعني غاضب كليا غاضب جدا اسمها صفات قويه طب الصفات المطلقه بقى الصفات المطلقه دي بقى يعني بيقول لك هنا ديت بتدي معنى مطلق يعني يا اما الصفه موجوده يا اما مش موجوده زي ايه زي كلمه ديد ميت وينفع اقول ده ميت جدا لا طيب مين اساسي فاينل نهائي اكسلنت ممتاز يبقى الصفات المطلقه يا اما موجوده يا اما مش موجوده ما ينفعش ايه اقولها قويه والكلام ده كله فبالتالي لا نستخدم اي ظروف درجه قبل الصفات المطلقه هي موجودة مش موجودة يقول لك ايه my grandparents are extremely dead يعني ايه يعني اجدادي ميتين للغاية ما هم ميتين وخلاص يا my grandparents are dead ما نستخدمش برضو قبل الصفات المطلقة او ما نجيبهاش يعني في المقارنة والتفضيل يعني ايه يعني مثلا يقول لك my grandfather is deader than لا ما هو ما هو ديد اصلا صفة مطلقة فبالتالي ما جيش في المقارنة ولا التفضيل فقول my grandfather and my ما grandmother are dead بس ما اقولش بقى ديدر والكلام ده كله تمام طيب بعد كده بيقول لي هنا في صفات اسمها صفات مقارنه ايه صفات المقارنه لما اكون بستخدم صفات المقارنه بقارن بين طرفين واحد فيهم اكتر من الثاني او اقل من الثاني وقد يكونوا شخصين اتنين يعني او شيئين مثلا لو هما شخصين يقول لك ايه احمد اسرع من رودين احمد اسرع من رودين في المثال اللي ده بقى بيقارن من كام واحد احمد رودين. طيب وصفه المقارنه فاستر طيب ومين الاكتر من مين احمد اسرع من رودين تمام طيب ده مرسيدس از مور اكسبنسيف ذان تويوتا طيب هنا بيقارن بالعربيات المرسيدس وعربيات التويوتا تمام اثنين طيب بيقارن في صفه ايه الغلاء يبقى مور اكسبنسيف زان طب اللون الاغلى طبعا السياره المرسيدس اكتر طبعا غلاء او اكثر في السماء من السياره التويوتا تمام صفات المقارنه لما عاوز اكونها دي حاجات سهله بقى وانا بنحط اي ار للصفه يعني فاست تبقى فاستر اولد تبقى اولدر طب لو في ايه هحط اربع كلمة لارج لارجر كلوز كلوزر نايس نايسر يضاعف الحرف الساكن الاخير لو كان قبله حرف متحرك قصير ونضيف اي ار زي كلمه بيج بيجر ثين سينر هوت هوتر فيت فيتر يبقى دي كلها صفات مقارنه تمام بضعف الحرف الاخير فيها لان قبلها ايه قبل الحرف الساكن اللي الاخير يعني حرف متحرك بنكون الصفه بقى لو اخرها واي بنحول واي لاي ونضيف اي ار يعني ايزي تبقى ايزير لازي lazier هابي هابيير هيلثي هيلثير برضه بتتحول الصفه الطويله الى صيغه المقارنه زي مثلا يقول لك مور او لس صفه طويله ذان كنا بنقولها زمان كده زي الاغنيه كده يقول لك في المقارنه من اثنين يقول لك ايه صفه اي ار ذان ده لو صفه قصيره طب لو صفه طويله مور او لس صفه طويله ذان اهو مور بيوتفل ذان اكثر جمالا من لس بيوتفل ذان اقل جمالا من بعد كده ملاحظات على صفات المقارنه ركز بقى عشان ناخد ملاحظات على صفات المقارنه ملاحظات على صفات التفضيل ودي حته مهمه قوي نركز فيها شويه اول حاجه في صفات المقارنه اللي بيبقى فيها ار قال لك المقطع ار في نهايه الصفه معناه اكثر يعني مريم استولر ذان ملك اطول من ملك طب لو احنا عايزين نقول اقل مع الصفات القصيره قال لك ممكن تستخدم ليس قبل الصفه بس ما تحطش الصفه ار وكانك بتشيل الصفه اللي فيها ار وتحط لس مع الصفه العاديه ملك از ليس تول ذان مريم وكان اصل الجمله ملك تولر ده فانت شلت تولر وحطيت ليس تول تمام فطب ينفع اقول ليس تولر لا غلط يبقى لسه ينفع اجيبها عشان لما اقول المقدار قليل من الصفر تمام الملحوظه الثالثه مش لازم انا استخدم ذان بعد صفه المقارنه لو كان الطرف الثاني للمقارنه مفهوم من السياق يعني انا كده كده عارف انا بتكلم على مين اكيد هيكون ذكره في الاول شوف بيقول لك هنا ايه ملك استول ملك طويله بات مريم استولر ملك طويله لكن مريم اطول اطول من مين اطول من ملك لان ذكرت ملك في الاول طيب This car is expensive. السيارة دي غالية. I want a less expensive one. أنا عايز سيارة أقل غلاءً منها. يبقى اقل غلاء من مين؟ من العربيه الاولانيه تمام كده؟ نيجي بقى للملحوظه الرابعه يمكن استخدام الظروف التاليه بمعنى كثيرا قبل صفات المقارنه لتقويه معنى الصفه لو عايز اقوي معنى الصفه ممكن استخدم ايه؟ الكلام ده زي كلمه ايفن ماتش lot, فار وكلامات كتير مثلا يقول لي ابلين طبعا هنا في حرف الاي ناقص انا كتبته لك اهو اكتبه عندك لو عندك الكتاب ابلين الطائره از ماتش فاستر ذان ا كار اسرع من العربيه هي في... هي الع... الطياره معروف ان هي اسرع من العربيه بس انا عايز اقول ان هي اسرع منها بكتير فرحت ايه؟ ماتش فاستر ذان الملحوظة الخامسة ممكن استخدم الظروف التالية بمعنى قليلا أو بدرجة طفيفة قبل صفات المقارنة عشان أخفف معنى الصفة يبقى ممكن أقوي معنى الصفة ممكن أخفف المعنى زي كلمة إيه؟ slightly a bit a little. يقول لك مثلا chicken is slightly cheaper than meat يعني الدجاج يعني أرخص من اللحمة بدرجة طفيفة تمام؟ طيب هنا بقول لك خلي بالك شكل الضمير بعد ذان بقى يعني المفروض بعد ذان بيجي ضمير ممكن اجيب ضمير فاعل ممكن اجيب ضمير مفعول بعد مين بعد ذان لو جبت ضمير فاعل لو كان بعده فعل وضمير مفعول لو كان ما فيش فعل ايه الكلام ده نشوف المثال برضه my sister is thinner than i am يعني اختي ارفع من انا من انا يعني طب ينفع اقول ذان i بس لا ما هو لازم بدل قلت اي آه اجيب وراها فعل ما اي دي فاعل يبقى ام طيب ماي سيستر is thinner than me. مي مي ضمير مفعول ما جبتش فعل بعد ضمير مفعول تمام خلي بالك في الملحوظه السابعه بيقول لك ان في صيغة اسمها كلما نقط كلما نقط بتعبر عن السبب والنتيجه ذا صفه مقارنه جمله السبب ذا صفه مقارنه جمله النتيجه يبقى كلما الاولانيه بتاعت السبب وكلما الثانيه بتاعة النتيجه working hard helps you achieve more success العمل بجد طبعا بايه بيعمل ايه بيقول لك بيساعدك انك تحدد ايه تحقق ايه؟ مور سكسس يعني ايه؟ يعني نجاح اكبر. طب انا عايز اجيب الكلام ده بالصيغة اللي انا بقول عليها دلوقتي هقول ايه؟ قال لك the harder you work, how the harder you work يعني كلما اجتهدت في العمل the much او the more هنا the more success you achieve يعني كلما كان نجاحك ايه او حققت نجاح اكبر يبقى سبب في الاول ونتيجه في الاخر. The harder you work the more successful you become نفس المعنى برضو تمام؟ الملحوظه التامة لاحظ عطف نفس المسافة المقارنه على اخرى للتوكيد وتوقيت المعنى لما يقول لك ايه يو ار جيتنج مور اند مور يبقى انا باكد على قوه الصفه دي مور اند مور اكثر فاكثر او بشكل متزايد نيرفس نواديز اتس جيتنج هوتر اند هوتر يبقى انا اجيب صفه مقارنه صفه مقارنه بعطفهم على بعض عشان اقوي الصفه دي تمام نيجي بقى للسوبرلاتيف اللي هي ايه بقى صفات التفضيل احنا قلنا صفات المقارنه بين اثنين صفات التفضيل او التمييز، صفات تفضيل او ايه؟ او تمييز، ديت بتميز بيها واحد عن مجموعه او اكتر من اتنين تمام كده؟ يقولك احمد is the fastest student in his class، احمد اسرع طالب في الفصل بتاعه. في المثال هنا بيقارن بين مين؟ بين احمد وكل الطلاب اللي في الفصل. بيستخدم صفه فاستست، ذا فاستست الاسرع. طب وهنا احمد طبعا لوحده اكثر في السرعه من مين؟ من كل طلاب الفصل. مثال تاني the مرسيدس is the most expensive car in this market عربيه مرسيدس اغلى عربيه في في الايه في الماركت ده او السوق ده خليك بقى هنا بيقارن بالعربيه المرسيدس وكل انواع العربيات التانية. فبالتالي هنا برده تفضيل ويستخدم صفه ذا موس اكسبنسيف نيجي بقى ازاي نكون صفات التفضيل بكون صفات التفضيل يا جماعه الاول بقول صفه اي اي سي تي ذا صفه اي اي سي تي ده لو كانت صفه قصيره احنا كنا في المقارنه بقول لهم ايه صفه ار e ذا لكن هنا زا صفه اي سي تي مثلا كلمه فاست تبقى ذا فاستست Old the oldest. طب انا جاي في الاي اي سي تي لقيت الصفه فيها ايه؟ احط اي سي تي بس. يبقى إيه large the largest, close the closest. نضعف الحرف الساكن الاخير لو كان قبله حرف متحرك زي كلمه ايه؟ big the biggest, thin the thinest, hot the hottest, fit the fitest. يبقى إيه انا ايه ضعفت الحرف الاخير. طيب ممكن اكون الصفة التفضيل من الصفات اللي بتنتهي بواي بحول واي الى إيه؟ اي واضيف اي سي e تي. easy the easiest, happy the happiest, lazy ذا ليزيست هو هنا غلطان المفروض يت ليزيست اي اي -E اس تي صح يا جماعه اس تي هنا هيلثي ذا هيلثيست طيب بنحول الصفات الطويله الى ايه؟ قال لك ذا موست او ذا ليست زائد الصفه الطويله فاكرين في المقارنه كنت بقولها ازاي؟ الناس أه، فاكره؟ ايوه أيام أيوة. ام أيوة كنا بنقول ايه؟ في المقارنه قلنا صفه اي زان او مور او ليس صفه طويله زان فاكرينها؟ طب هنا ذا موست او ذا ليست زائد الصفه الطويله ده تفضيل ذا موست بيوتفول الاكثر جمالا the least beautiful الأقل جمالا. هنا في ملاحظات بقى ودي برضه نقطة مهمة على صفات التفضيل. المقطع اي سي تي في نهاية صفة التفضيل معناها أكثر الأكثر. مريم is the tallest student at school. مريم أطول طالبة في المدرسة. خلي بالك بقى, بقى لما بستخدم صفة التفضيل بجيبها من غير ذا مع حاجتين. أول حاجة الأعداد الترتيبية وصفة الملكية أو إيه أو بصرف اسم إيه الملكية. ناخد رقم اثنين الأول. الأعداد الترتيبية زي إيه؟ the first, the second, the third, the fourth, the five أو the fifth, the last وهكذا. gold is the second most valuable metal gold يعتبر ثاني اكثر المعادن قيمه خلي بالك انا قلت ذا سكند موست ليه ما قلتش ذا سكند ذا موست احنا قلنا لما تيجي عاده ترتيبيه زي ذا سكند ما بجيبش ذا قبل موست برضه ما بجيبش ذا قبل صفه التفضيل مع ايه لو كان قبلها صفه ملكيه او ابصر في اس الملكيه ايه بقى صفات الملكيه ماي هيز هير يور اور ذير اتس او ابصر في اس ذا ويل از ايجيبتس most famous scientist شايف هنا ابص في اس ديت عايز اقول لك ان ايه ان زويل يعتبر اشهر عالم بالنسبه لمصر فدي ملكيه فما قلتش ايجيبتس ذا موست دي غلط بنجيب موست بدون زا برضو بمعنى فيري يقول لك زويل از موست famous for discovering the سكند يعني ايه؟ يعني زويل از فيري famous زويل مشهور جدا بسبب اكتشافه ايه الفيمتو سكند تمام؟ الملاحظه الخامسه بيقول لك أني ممكن اقول صفه التفضيل ان زائد اسم مفرد او صفه التفضيل اوف زائد اسم جمع مثلا I met the oldest woman in the city انا قابلت اكبر سيده في في المدينه علي is the laziest of his brothers الاولانيه the oldest woman دي اسم مفرد woman. هنا الثانيه brothers اسم جمع فقال لك of تمام القاعده اللي فاتت كلها لا تنطبق على الصفات التاليه دي صفات غير منتظمه ايه بقى الصفات الغير منتظمه الصفات الغير منتظمة ديت تحفظ كما هي ليس لها قاعدة ثابتة. يعني ما ينفعش يارو لا يار والكلام ده كله. يعني كلمة باد bad أو بادلي ماجي أقارن أو الورس ذان التفضيل the worst. فار بعيد أو الفارذر أو فيرذر ذان ذا فارذست أو ذا فيرزست. فور سابق أو مسبق أو الفورمر ذان أو ذا فيرست في التفضيل. جود أو ويل يقولك we'll like better than the best. ليه متأخر أو ليتر ذان أو لاتر than ولو later هتبقى the latest ولو لاتر هتبقى ذا last little قليل الكميه يقول لك ليس ذان ذا ليست many أو much يقول لك مور than ذا most مثلا I have two friends أنا عندي صديقين one of them is a doctor أحدهما دكتور and the latter والأخر is an engineer مهندس if you want any further information call me لو عايز معلومات إضافيه أو معلومات أبعد من كده أكتر من كده يعني كلمني I have so many friends عندها أصدقاء كتير جدا but Rukaya has more friends لكن Rukaya عندها أكتر أو أصدقاء أكتر مني طب أنا جاي بقارن بين الصفتين لقيتهم متساويين حاجة في حاجة اسمها إيه بقى إيه؟ equalities equalities صيغة التساوي لو في اتنين متساويين في الصفة بقول as صفة as سواء صفه طويله او قصيره خلي بالكم سامة از از اولد از جودي هنا قبل صفة قصيره يعني سامة نفس العمر بتاع جودي واتشينج فوتبول مشاهده الكرة القدم از از اكسايتنج از بلاينج ات يعني برضو مثيره جدا زي لعبه طيب في حاله النفي بقى بنستخدم الصيغه ديت عند علامه التساوي ممكن اجيب قبل از الاولانيه نوت او ممكن اشيل از واحط سو مع نوت برضو يبقى نوت از صفه از او نوت سو صفه از شوف المثال كده I am not as fit as you. والله أنا ما عنديش لياقة زيك. I am not so fit as you. نفس الفكرة برضه، أنا برضو ما عنديش لياقة زيك. طب الملحوظة الثالثة: as صفة as بتساوي ذا سيم زائد الاسم من الصفة وبعد كده as. أقولها تاني؟ تاني الحتة دي. as صفة as، اتنين مساويين أهو، بيقول لك بتساوي ذا سيم زائد الاسم من الصفة اللي بتتكلم عليها وas كمان. مثلا: يارا as أولد أز رودينا. شوف هنا الصفة أول ده هاي. يعني يا رى اذا سيم ايج از رودينا نفس العمر بتاع رودينا لاحظ بقى الاسم اللي ممكن استخدمه بعد ذا سيم والاسم واس من الصفات الاتيه يعني جايب لك جدول اهوت اهم الصفات خلي بالك من الصفه والاسم منها يعني بيج وسمول الاسم من الصفه ديت ايه سايز ديب الاسم منها ديبث اكسبنسف او تشيب الاسم منها برايس فار او نير الاسم منها ديستانس هاي هاي طبعا هنا الاسم منها المفروض كان قال هنا هاي او تول اكتبوا ديت يا جماعه واكتبوا تول هاي او تول الاسم منها هايت تمام برضه هنا جايب العمود اللي برضه على اليمين برضه لونج الاسم منها لينث اولد ويونج الاسم منها ايج سترونج اسمها سترينث وايد الاسم منها وايد مثال ماي فلات از از بيج از يورز الشقه بتاعتي كبيره زي بتاعتك انت يعني ماي فلات از ذا سيم ها ده سيم ايه بقى بيج فين هنا كلمه بيج بيج موجوده في الاول يبقى سايز يبقى ذا سيم سايز از يورز تمام نيجي بقى نحل اسئله على الجزء الخاص بالجرامر اللي احنا شرحناه دلوقتي يا ريت الناس ما تنساش تدعم القناه وان اقل دعم للقناه انك تعمل لايك like للفيديو وتشترك في القناه لو ما كنتش اشتركت وكمان تفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله ومش هيضر يعني لو انت عملت شير على الفيس في الجروبات اللي انت فيها لاصدقائك وتدعيهم يشتركوا في القناه هم كمان ده يعتبر اكبر دعم لينا وكمان بيشجعنا نكمل معاكم نمبر 1 the new wall is not the old one عايز اقول لك الحائط القديم او الحائط الجديد ليس بنفس ارتفاع الحائط القديم هنا بيعمل ايه هو هنا في تساوي الصفه بس بايه بصيغه نافيه يبقى as high as تمام نمبر 2 this is part of all these seas and oceans عايز اقول لك ان الجزء ده يعتبر اعمق جزء في البحار والمحيطات كلها يبقى في تفضيل هنا يبقى the deepest تمام وكمان جايب لي اوف وجايب لي اسم جامعة بعدها نمبر 3 برج خليفة إز إيه كايرو تاور بيقارن بين حاجة اتنين برج خليفة وبرج القاهرة يبقى إيه في هنا مقارنة يبقى إيه؟ يبقى هاير ذان تمام يبقى برج خليفة أعلى من برج إيه؟ من برج القاهرة نمبر فور I know that European cars are expensive أنا عارف إن العربيات الأوروبية غالية But I haven't thought they are as expensive that بس أنا ما كنتش أعتقد إن هي غالية بالشكل ده يبقى as expensive إيه؟ as تمام نمبر 5 for me her gold medal was بقول بالنسبه لي الميداليه الذهبيه بتاعتها was important sporting event of 2020 خلي بالك بقى لك ان الحدث بتاع استلام الميداليه ده يعتبر اكثر حدث مهم رياضي في 2020 يبقى هنا ايه الاكثر يبقى ذا موست تمام نمبر 6 باراشوتينج اللي هو القفز بالمظلات is sport ever, ever يعني على الاطلاق يبقى هنا ايه اكيد طبعا دي اخطر الاخطر تمام يبقى ذا موست دينجرس تمام بيقارن بالرياضة رياضه الباراشوتينج وكل الرياضات الثانيه نمبر 7 ذا نايل از ريفر ان ذا وورلد نهر النيل بالنسبه للعالم كله يعني كل بيقارن بنهر النيل هنا وكل انهار العالم يبقى ذا لونجست يبقى ليتر سي يبقى نهر النيل هو الاطول او اطول نهر في العالم كله تمام نمبر 8 بيرهابس you looked bad this morning يعني ربما تكون تشعر بالسوء هذا الصباح but I looked even لكن أشعر طبعا أنا أسوأ منك يبقى هنا even worse لأن even معناها يعني أكثر number 9 this is the test I have ever taken لما تلاقي دايما كلمة ever بمعنى طبعا اللي قلنا عليها بتجي في صيغة التفضيل يبقى هنا إيه the hardest حتى كمان قبل ذا قبل النقط يبقى ده أصعب امتحان أنا مرت عليه على الإطلاق number 10 he is not reliable as his friend ريلايبل يعني ايه يعني موثوق فيه الناس بتثق فيه طبعا يعني يعتمد عليه يبقى ايه يبقى طبعا هنا هتبقى هنا از تنفع تمام لان في متساوي في الصفه وجايب نوت فممكن اقول برضه سو so. يبقى ايه اند بي يبقى لي دي نمبر 11 ذا كواليتي اوف فود از نوت نيرلي از ات واز ان ذا جوده الطعام ليست تقريبا يعني از ات واز ان ذا باست يعني مش نفس زي ما بيقولوا ايه الجوده بتاع اللي كانت في الماضي، يبقى هنا عاوز ايه؟ آه صفه از آه او سو صفه از، آه. طبعا هنا از آه بيتر ما ينفعش لان بين از آه واز بجيب الصفه في الشكل الاول بتاعها اللي هي جود يعني، يبقى هنا هتبقى سو جود از، آه. تمام، حتى جايب هنا نط نمبر 12 فور ذا continuity اوف لايف لاستمرار الحياه. Water is the valuable of all liquids. المياه تعتبر ايه؟ أكثر من أكثر السوائل كلها قيمة يبقى the most valuable. تمام؟ حتى جايب له off وجايب لي اسم جمع. Number 13 A donkey is not as a cheetah. يقول لك الحمار طبعا مش سريع زي الشيت يبقى is not a as fast as هنا letter A تمام. Number 14 Jerry looks much not than Tom. يقول لك جوري جيري يبدو عليه انه هو إيه؟ اكثر ذكاء من توم تمام وجاب لي هنا ماتش احنا قلنا ماتش بتيجي قبل صفه المقارنه عشان تقوي الصفه بتاع المقارنه وخلي بالك صفه المقارنه ممكن تكون صفه قصيره او صفه طويله تمام يبقى هنا ماتش ايه ماتش مور انتليجنت تمام لان بيقارن بين اثنين نمبر 15 It was not of her to save some of her money. طبعا يتوز... بالنسبه لنا هنا يقول ايه؟ يعتبر ده ايه بالنسبه لها يعني او منها يعني ان هي save some of her money ان هي بتدخر بعض المال بتاعها خلي بالك انت خدت قبل كده ان ممكن اجيب صيغه اسمها اد زائد فيرب تو بي زائد ايه زائد الصفه طب الصفه اللي هجيبها ديت الصفه اللي هجيبها ديت بتبقى في الشكل الاصلي بتاعها فبالتالي هنا هختار ايه هختار وايز يعني عقلانيه وذكاء منها وحكمه منها ان هي بتدخر بعض مالها نمبر 16 tablets are getting التابلت بيحصل لها ايه بوبيولار بالنسبه للشهره طبعا شهرتها بتزداد اكثر فاكثر فهنا هتبقى مور and more قلنا ممكن اجيب مور and more ديت عشان اقوي الصفه تمام اجيب يعني اجيب ايه درجتين او صفتين مقارنه مع بعض تمام Number نمبر 17 فوتبول از اكسايتنج سبورت كره القدم تعتبر ايفر هنا يعني على الاطلاق يبقى اكثر رياضه مثيره على الاطلاق يبقى ذا most exciting. Number 18 I have much cousins than him. اقول لك انا عندي هنا يبقى عندي يعني اولاد عم اكتر منه. هي معلومه سريعه كده بس عشان اللغه كلغه يعني. المفروض ماتش دي يا جماعه كانت تبقى ميني عشان كازنز هنا اسم يعد تمام؟ بس لو خدنا السؤال بشكله كده يبقى المفروض تبقى مور يبقى ماتش مور كازنز والاصح ميني مور كازنز تمام؟ لغويا يعني. لان هنا المفروض زي ما قلت لكم كازنز اسم جامعه اجيب ميني ده اصل اللغه بتقول كده. نمبر 19 Yesterday was than today. يعني بالأمس كان أكثر حرارة من اليوم. يبقى إيه؟ يبقى طبعًا هتبقى هنا أنا بتكلم في إيه؟ في مقارنة ولا تفضيل ولا تساوي؟ لا ده مقارنة. يبقى more hot than لو قلت more hot المفروض كنت قلت more hot بس هنا more ما تجيش مع صفة قصيرة. أمال إيه؟ هتبقى less hot. طب إشمعنى less؟ ما إحنا قلنا ممكن أجيب less في المقارنة تمام كده؟ بس ما أقولش less hotter. لأن دي بدل hotter. تمام؟ يبقى انا عايز اقول ان انا امبارح كان اقل حراره من النهارده. نمبر 20 صلاح از كارنتلي صلاح حاليا نوت بلاير ان هيز تيم او in... اه في الفريق بتاعه يعني يعتبر ايه؟ طبعا يعتبر افضل لاعب يبقى ذا بيست بلاير. نمبر 21 ليفينغ ان ا لارج فيلا از العيش والعيشة والحياة في فيلا كبيره يعتبر ايه؟ طبعا يعتبر كمفوتبل مريح انا جايب هنا فيرب تو بي اللي هو والصفه بتيجي بعد فيرب تو بي نمبر 22 living in a large villa is not living in a large flat قارن لي بين العيش او الحياه في فيلا كبيره وفي شقه كبيره يبقى انا بعمل مقارنه يبقى more comfortable than اكثر راحه من نمبر 23 living in a large flat is comfortable but living in a large villa is بقى العيشه في شقه كبيره اكثر راحه لكن العيشه في فيلا اكبر يعتبر ايه طبعا يبقى اكثر راحه من ذلك يبقى هنا more comfortable طب ما جبتش زن ليه لان احنا قلنا فاهمين من السياق ان ان كلمه زن مش هنحتاجها هنا عشان بيقارن بين الاثنين دول تمام نمبر 24 nobody in our office لا احد في المكتب بتاعي is هاني عايز لك ما حدش في المكتب بتاعي يعتبر مجتهد زي هاني يبقى is as hard working as هاني hard working دي صفه تمام جايه بعد بين as و as يعني مجتهد في العمل number 25 nobody in our office is not وكومة هاني لما جاب كوما قبل هاني معناها هنا ده منادى يعني يا هاني يعني عايز اقول له ما فيش حد في المكتب اذا انا هجيب صفه بس من غير اي حاجه يبقى هارد ووركينج ما فيش حد في المكتب مجتهد يا هاني تمام نمبر 26 which do you think is city in the world يعني ايه المدينه اللي هنا تعتقد ان هي ايه اكتر مدينه مثيره في العالم يعني بيقارن من المدينه ديت وكل المدن يبقى ده ايه تفضيل يبقى the most exciting letter A نمبر 27 Which do you think is city, Paris or Dubai؟ أيهما تعتقد إن هي تعتبر مدينة إيه؟ باريس ولا دبي؟ طبعًا هنا بيتكلم على أمور exciting، طب إشمعنى أمور؟ ما إحنا قلنا آه عشان سيتي مفرد، ومور إكسايتنج جبنا مور وجايب هنا صفة طويلة اللي هي إكسايتنج تمام؟ حتى جايبها في السؤال فبيخير بين اتنين باريس ولا دبي؟ نمبر 28. Which do you think is not Paris or Dubai؟ المرة دي بقى بيقول لك إيه؟ أيهما تعتقد؟ إن هي يبقى more exciting طب ليه ما جبتش آه؟ لأن مفيش اسم بعدهم يبقى إنها تبقى letter D. نمبر 29 هيلمز نيو فيلم إز هيز وان الفيلم الجديد بتاع هيلم بتاع أحمد حلمي يعني يعتبر إيه؟ يعتبر أشهر فيلم عنده يبقى most popular وان تمام يعني الأكثر طب ليه ما قلتش إزاي most؟ ما إحنا قلنا لما أجي صفة ملكية زي هيز ما أجيبش ذا في التفضيل. نمبر 30 أوايت Rose is pretty. However, a red one looks even. طبعاً هنا بيقارن بين كام؟ اثنين يبقى preacher. Sure. ازودك ان الورده البيضه جميله. ومع ذلك الورده الحمراء يبدو عليها اجمل يبقى even و sure. وايفن بتيجي قبل الصفة عشان تقويها، معناها اكثر. Number 31. Compared with Kilimanjaro او Kilimanjaro يعني بالمقارنه بجبل كليمنجارو اللي موجود فين؟ في تقريبا في افريقيا. Everest is

إيفرست is the highest summit in the world. يعني لو قارنت كليمنجارو بجبل ايفريست يبقى كليمنجارو ايه؟ طبعا هيبقى اقل في الارتفاع يبقى less high قلنا ينفع less جايه قبل صفه المقارنه بس بشرط ما احطش لصفه المقارنه اي ER. ار يعني ما اقولش less higher يبقى انا less high بس تمام نمبر 33 This tree is the world's tree. يقول لك الشجره ديت تعتبر ايه؟ عايز اقول لك ان اقدم شكر او اكبر شجره في الع... في من حيث العمر في العالم كله هتقول لي طبعا على طول از اولدست اقول لك طب استنى مش هي ابصر اسم الملكيه؟ ايوه يبقى ما اجيبش ذا يبقى ايه؟ اولدست بس تمام لو انا ما بجيبش ذا مع التفضيل في حالتين صفه ملكيه او ابصر اسم الملكيه او لو في عادة ترتيبي نمبر 34 بارت 2 از ديفيكولت الجزء الثاني صعب بارت 1 واز لكن بارت 1 كان ايه؟ طبعا كان اصعب يبقى مور ديفيكولت ما جبتش زان لان مفهوم السياق فمش محتاج اقول زان نمبر 35 اتس نون ذات women ار سيرجنز زان من من المعروف ان السيدات يعتبروا ايه كجراحين يعني طبعا اسوا من الرجال يبقى هنا هتبقى ايه هتبقى طبعا ار وورس زان طب ليه ما قلتش هنا طب واحد يقول يا مستر طب ممكن اقول مثلا وورسر احنا قلنا كلمه باد اصلا سيء ديت صفه غير منتظمه لما اجي اقارن بين تبقى ورث زان جاب لي ورث اهيت وزان مكتوبه بعد كلمه سيرجنس ممكن افصلهم عن بعض يعني ممكن افصل ورث وزان ما فيش مشكله خالص نمبر 36 ذا كوايتر ذا بليس يو ليف ان از ذا نوت يو فيل يعني عايز فاكرين بتاعت كلما 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 الاولاني بيجي وراها جمله السبب وكلما الثاني بيجي وراها جمله النتيجه يعني كلما كان المكان اهدى انك تعيش فيه كل ما طبعا شعرت بالايه بان انت تبقى افضل يبقى هنا ذا بيتر تمام يبقى ذا وصفه المقارنه وجمله وذا صفه المقارنه وجمله هنا ذا بيتر يو فيل نمبر 37 امير didnt do as work as i did امير عايز يقول لك ما بيشتغلش بمالش نفس مقدار العمل بتاعي يبقى از ايه as much work as i did يبقى جبت ماتش عشان اشوف المقدار بتاع الصفر تمام 38 mom has so much to do. ماما عندها يعني عمل منزلية كتيرة تعملها. يبقى ايه يبقى housework تمام عمل منزلي. يبقى نا so much housework to do. number thirty nine. it is warmer here in Egypt than in Canada عايز لك ان الطقس هنا اكثر دفئا في مصر منين؟ إيه؟ من كندا، طب هو ادفى بس؟ لا ده ادفى بكتير، ده كندا اصلا في القطب الشمالي، يعني هتقعد ثلج على طول، يبقى هنا هتبقى ماتش وورمر، جبت ماتش ليه؟ عشان اقوي الصفه اللي هي warmer. نمبر 40 ياسمين doesn't have as friends as I do، ياسمين ما عندهاش اصدقاء، نفس العدد اللي عندي يبقى ايه؟ as many friends as I do. جبت مين عشان فريندس اسم يعد ومن شويه جبت كلمه ماتش عشان الكلمه اللي بعدها كانت اسم لا يعد زي كلمه ماتش وورك تمام؟ نمبر 41 ماي هاوس از ذان يورز المنزل بتاعي عايز لونه ايه؟ اكبر من منزلك تزهل سهلة جدا يبقى ايه؟ واحد يقول لي bigger than yours طب كمل كده yours is more سبيشس يعني ايه المنزل بتاعك يعتبر ايه يعتبر فيه مساحات كبيره فبالتالي طيب يبقى منزلي كده مش اكبر من منزلك شفت المعنى بقى يبقى ليس بيج يبقى اقل في الحجم من منزلك انت عندك مساحات اكتر نمبر 42 مصطفى از انجينير زان ناجي مصطفى طبعا عايز يقول لك ايه ده مهندس افضل من ناجي بس بكتير يبقى ايه هتقولي much ماتش بيتر طب وانجينير اسمه مفرد اروح جايب ا ماتش بيتر يبقى ا جت عشان مين عشان انجينير نمبر 43 a or an is a word that describes a noun ديت كلمه تصف الاسم يبقى هنا ايه المفروض هنا اللي بتصف الاسم ده صفه يبقى هنا adjective letter c number 44 to make a comparison between two people عشان تعمل مقارنه بين اتنين or things او شخص او شيئين يعني we use a adjective نستخدم الصفه الهين طبعا بستخدم الكومباريتيف اللي هي المقارنه number 45 to express the highest degree of a particular quality لما توصف او تعبر عن اعلى درجه من الصفه الخاصه بشخص معين او شيء معين has in comparison to others بالنسبه لايه مقارنه بينه وبين الاشخاص الاخرين we use بنستخدم ايه طبعا هنا بستخدم التفضيلي بس superlative number 46 to show that a quality is definite لما طبعا ايه بتقول ان فيه صفه تعتبر طبعا ايه صفه هنا definite and not likely to change صفة محددة وغير محتملة ان هي تتغير we use a. بنستخدم الصفة اللي طبعا بنستخدم حاجة اسمها absolute adjective صفات مطلقة ما احنا قلنا الصفات المطلقة يا اما طبعا وحتى قلنا ما نجيبش قبلها كلمات تقوي معناها لان فاكرين المثال بتاع الميت يا اما ميت يا اما مش ميت يعني يا اما الحاجة بتحصل يا اما ما بتحصلش ما فيش ايه ما فيش وسط يعني تمام number 47 a uh, or an adjective It expresses a quality that is very great in degree الصفة طبعا اللي بتعبر عن ايه درجة الجودة معينة او او السمة المعينة that is very great very great in degree يعني ايه عالية جدا درجة عالية جدا يبقى إيه دي الصفة ايه طبعا extreme تمام دي صفات زي ما قلنا قوية number 48 Adjectives never come. The indefinite article everybody. طبعا هنا الصفات اللي هين او الصفات يعني ما بتجيش ابدا يا ترى بعد ولا قبل الايه قلنا ادوات الايه انديفينيت ارتكل ادوات الايه او بيقولوا عليها الضمائر غير المحدده انديفينيت ارتكل زي كلمه افري بادي يبقى ايه طبعا بيفور يبقى الصفات لا تاتي بايه ايه ولا قبل انديفينيت يعني فاكرين لما قلت لكم سام امبورتنت ما اقولش important. important someone هي الحته دي بقى يبقى هنا بيفور قبل نمبر 49 The adjective awake is never used a noun. كلمة awake لا تستخدم برضو قبل الاسم. طبعا ما ينفعش اقول awake boy. اسمها awake وخلاص. يعني مستيقظ. Number 50. عمر is really a fast runner. The word fast here او here اه is a كلمة fast هنا تعتبر ايه؟ مش جاية وراها اسم runner يعني متسابق او عداء. يبقى دي صفة يبقى هنا adjective. طب number 51. عمر رانز ريلي فاس عمر بيجري بسرعه فاست جايه بتوصف الفعل يبقى ديت ايه؟ adverb يبقى هنا ظرف او حال نمبر 52 هي از بيشنت ويز هيز تشيلدرن بيشنت يعني ايه؟ يعني صبور وجايه بعد verb to be يبقى كلمه بيشنت هنا ايه؟ طبعا هنا تبقى adjective صفه لان جايه بعد فيرب to be 53 هي از كانسر بيشنت هو مريض بالسرطان يبقى هنا ديت بيشنت هتبقى المره هتبقى ناون اسم تمام احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو تشترك في القناه تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله كان معكم مصطفى احمد عبد من, من قناه دروس عالميه اونلاين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته